الجيش الوطني وكما هو يفي بما يعد وينفذ العهد ويواصل تأدية واجبه في تحرير الوطن من براثن الإرهاب وبقايا الجماعات المتطرفة التي يمر قادتها بحالات غريبة تنم عن اضطرابهم وعدم سيطرتهم على الموقف أمام زحف الجيش وتقدمته. فبعد ظهور الإرهابي صلاح بادي في حالة هستيرية مع جماعته في شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعيشون فيه دور التباهي لوهمهم أنهم حققوا مصر. لم تمضي سوى دقائق قليلة ليصل أبناء المؤسسة العسكرية إلى ذات النقطة التي بث منها الإرهابي بادي هذا التسجيل وليكون هو فاراً كعادته. وأنا صلاح بادي، هذا المكان اللي صور فيه صلاح بادي من ربع ساعة فاتت. المتطرف صلاح بادي والذي دائماً ما يخرج متباهٍ بجرائمه ويلعب دور البطولة ويزعم واهماً أنه حقق انتصاراً على القوات المسلحة، إلا أنها لقنته درساً قاسياً في القتال. انتصار فتحي، ليبيا الحدث.